السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي أحمد، ما اسمك؟ اسمي شريف. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من تانجرانغ، وأنت؟ أنا من جاكرتا. أنا سعيد بلقائك. إلى اللقاء. مع السلامة. إلى أين تذهب يا قاسم؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر، الساعة الآن 6:00 صباحا. نعم، ولكن المدرسة بعيدة عن بيتي. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ في 7:00 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في 1:00 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المعمل. إذن تفضل بالذهاب إلى المدرسة. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي ندى، أنا سورية. اسمي مريم، أنا سعودية. أنا طالبة في جامعة دمشق. أنا طالبة في جامعة أم القرى. في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية التربية. وفي أي كلية تدرسين أنت؟ أدرس في كلية الطب. سأكون مدرسة إن شاء الله. سأكون طبيبة إن شاء الله. يا قاسم، انظر إلى اللوحة، اقرأ الجدول الدراسي. نظرت آنفا. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب مواد دراسية.
خلاص كتبت منها الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم العامة والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. ما شاء الله، العطلة 3 أشهر. الحمد لله، العطلة طويلة. بدأت الحصة، هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. ما هوايتك يا شريف؟ هوايتي كثيرة: القراءة والسفر والمراسلة. وما هوايتك أنت؟ هوايتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا أحمد؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. ما شاء الله. كم مرة تأكل في اليوم؟ أكل 3 مرات: الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا أكل 1 مرة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ أكل اللحم والدجاج والرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفواكه. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مدرسة، ما مهنتك؟ أنا مدرسة أيضاً. في أي مدرسة تعلمين؟ أعلم في المدرسة الابتدائية. وفي أي مدرسة تعلمين أنت؟ أعلم في المدرسة المتوسطة. هل لك أطفال؟ نعم، لي أطفال.
كم طفلاً لك؟ لي 5 أطفال. هل تحبين عملك؟ نعم، أحب عملي. أنا أحب عملي أيضاً. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مدرسة، ما مهنتك؟ أنا مدرسة أيضاً. في أي مدرسة تعلمين؟ أعلم في المدرسة الابتدائية. وفي أي مدرسة تعلمين أنت؟ أعلم في المدرسة المتوسطة. هل لك أطفال؟ نعم، لي أطفال. كم طفلاً لك؟ لي 5 أطفال. هل تحبين عملك؟ نعم، أحب عملي. أنا أحب عملي أيضاً. أين تصلي الصلوات الخمسة؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخراً؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكراً. لا أستطيع، أعمل في الليل. إذن ضع الساعة المنبهة بجانبك. أها، هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيراً. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هذه؟ هذه صورة أسرتي. ما شاء الله، من هذا؟ هذا والدي، اسمه عدنان، هو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي، اسمها سعيدة، هي طبيبة. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ أنا أدرس الطب في كلية الطب، سأعمل طبيبا إن شاء الله. أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا إن شاء الله. أنا أدرس التمريض في كلية التمريض، سأعمل ممرضا إن شاء الله. أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا إن شاء الله. أنا أدرس الطيران في كلية الطيران، سأعمل طيارا إن شاء الله. أما أنا أدرس التربية
في كلية التربية. سأعمل مدرسا إن شاء الله. مرحبا، أي خدمة؟ أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضل، هذا السمك واللحم والدجاج، وماذا تريد أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطما. تفضل، هذا الخيار والبصل والطماطم، وماذا تريد أيضا؟ أريد سكرا وشايا وبنا. تفضل، السكر والشاي والبن، هل تريد شيئا آخر؟ نعم، طبق بيض وعلبة ملح. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح، والمطلوب 80 دينارا. تفضل، هذه 80 دينارا. شكرا. يا سامر، هل عرفت أنواع الطعوم؟ ما عرفت، أخبرني عن تلك. طيب، سأخبرك عن أنواع الطعوم. طعم جمعنه طعوم، فاتر، تافه أو سليخ، مبلول، جاف، حامض، مالح، حلو، حريف، مر، حر، جمعنه حرور، بارد، زنح، شائط، عاصف، عذب. لو سمحت، هات مثالا من تلك المفردات. مثاله: هذا الشاي حلو جدا. شكرا على المعرفة. عفوا. أهلا وسهلا، أريد قاموسا من فضلك. أي قاموس تريد؟ أريد قاموس العربية. تفضل، هذا قاموس العربية، وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل، الدفتر والقلم، هل تريد شيئا آخر؟ لا، شكراً.
المطلوب 30 ريالا. تفضل، هذه 30 ريالا. أهلا وسهلا، أريد قاموسا من فضلك. أي قاموس تريد؟ أريد قاموس العربية. تفضل، هذا قاموس العربية. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل، الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا شكرا. المطلوب 30 ريالا. تفضل، هذه 30 ريالا. تفضل، أي خدمة؟ أريد قميصا لو سمحت. تفضل هنا، هذا قسم القمصان. هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود. بكم القميص؟ القميص 20 دينارا. أي قميص تريد؟ أريد القميص الأزرق. هذا هو القميص الأزرق. لدينا أثواب جميلة. بكم الثوب؟ الثوب 30 دينارا. أريد الثوب الأبيض. المطلوب 50 دينارا. تفضل، هذه 50 دينارا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارا. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. والآن أريد مشاهدة الأثاث. تفضل بالمشاهدة. تفضل هنا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمي عثمان، أعمل طبيبا. وماذا تعمل أنت؟ اسمي علي، أعمل مهندسا. أين تعمل؟
أعمل في شركة. أين تعمل أنت؟ أعمل في المستشفى. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات. هل تحب عملك؟ نعم، أحب عملي. أنا أحب عملي أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. جواز السفر من فضلك. هذا هو جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ لا، أنا إندونيسي. هل أنت قادم للعمل؟ لا، أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ 3 أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. جواز السفر من فضلك. هذا هو جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ لا، أنا إندونيسي. هل أنت قادم للعمل؟ لا، أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ 3 أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا على حسن مشاهدتكم أيها المشاهدون الكرام. نكتفي بهذا القدر، ولا تنسى فور لايك، كومنت، شير، and subscribe هذه القناة لكي تزدهر هذه القناة. لعل مستفادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.